ثم شوفوا لي هاد البيتزا بلا خبز وعامره بروتينات. يلا يلا نصبوها. طحن 150 غرام ديال الدجاج، زيد عليها شويه الفرماج ايمونتال وبدا دير الماساج لداك الدجاج. ومن بعد في واحد البابي كويزين غادي تبدا تستف داكشي باش يولي بحال لاباط زعما. من بعد خشي داكشي في الفران، شعلوه في 180 درجه وخليه يطيب ويتكرمل شي شويه. ضرب عليه الطليله وانتم ناري ناري كي جات لاباط. غادي تزيد عليها لاصوص ماتيشان، شويه ديال الموتزاريلا وكملها بواحد الفرماج خفيف. خشي داكشي في الفران عاوتاني او ضرب ليا الشطيحه باش البيتزا تجيك زوينه. واو 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 شوف وليا هاد البيتزا كي جات، قطعها 4 ترونش ودابا راه ما كاين غير ضرب ليا داكشي وشبع البروتينات مع راساتك. والله الا جات ديال الشطيحه.